نفسك والاعتصام ده ليه النهارده؟ امام محمد الاعتصام ده بسبب ان في حالات سل في المدينه الجامعيه، ان كان في بنت جالها الحاله ووعدت الاربعه اصحابها، وفي مشرفه الدور قامت موزعه الاربع حالات دي على اربع اوض، فعدت الاربع اوض. اسمها ايه اللي فاتت؟ لا مش عارفه اسمها بصراحه يعني، بس فالاعتصام ده بسبب كده يعني. طب هم ما ادوهمش المستشفى كشف عليهم البنت كانت مصابه؟ البنت اللي اتصابت توفت على فكره، توفت واهلها جم خدوها وكده، فالاعتصام ده بسبب ده. طب انتوا شايفين ايه يعني، ايه الاهمال اللي حصل؟ الاهمال ان هي اصلا المشرفه ما كانتش، كان المفروض كانت تمام بالحاله، المفروض ان هي تتم المشرفه. مش عارفين بصراحه، مش عارفين اسمها، بس هي وقفوها عن التحقيق يعني، الجامعه وقفتها عن التحقيق بس. فالمشكله البنات بقى عاملين اعتصام بسبب دون وكده، وسبب الاهمال اللي حصل. يعني في بنات مريضه وبنات تعبانه واهمال من المدينه، بعد كده ما فيش، وقله ادب بعد كده ما فيش، مسؤوليه اصلا ما فيش. احنا السقف بيقع علينا، نزلنا للمشرفه، مديره المبنى قالت في قطع مسلح بتقع عليكم، قلنا لها لا ما فيش، قالت خلاص استنوا لما يقع. يبنوا فينا دور، واصلا الدور مش مستحمل الادوار اللي هو فيه. البنت نزلوا لها قالوا عايزين عربيه اسعاف، قالت اتصرف اجيب عربيه اسعاف منين دلوقتي؟ بيشيلوا البنات زي كانهم بيشيلوا طماطم. المشرفه واسمها ايه المسؤولين عن هذا؟ كل المباني مش مبنى واحد. مبنى إيه؟ المبنى اللي فيه الحالات مبنى ه، المبنى اللي خلاص هيقع اللي فيه مبنى الف، وكل الحالات انتشرت خلاص في كل المباني. ايه الحاله اللي انتشرت؟ حاله مرض السل. ايوه يعني اصابه اكتر من خمسه؟ لا مش خمسه بس، ده هي كانت بنت وعدت الاربعه اللي باقيين معاها في الاوضه، نقلت لهم المرض، البنت مشيت والبنات عادوا بغيرهم. وسمعنا ان في بنت جالها سل في المدينه، وعشان يعقموا الاوضه بعد ما رجعوا البنت لاهلها، ودوا البنات السته اللي كانوا معاها في الاوضه بقيه المبنى. فبيقولوا، بس دي ما اظنش ان هي اكيد، ممكن تكون دي اشاعات، ان في 17 جوه اصابوا. بس انا مش عارفه الكلام ده اكيد ولا لا. وبعد كده في اتوبيس معدي، بس ده ما عملش حاجه يعني، هو كل اللي عمله ان هو كان عايز يعدي، هم موقفين الطريق، فقال لهم هعدي، قالوا له مش هتعدي، فقال لهم هدخل بقوه، فدخل فخبطهم، بس ما حدش اصاب يعني، بس كسروا له الاتوبيس، والجيش جه لحق السواق من ايديهم يعني. اه هم كسروه، بس الجيش جه لحق السواق من ايديهم. هو جه اتوبيس جيش يعني؟ لا هو اتوبيس عادي من اللي بيحملوا حدايق، بس هو قال لهم هعدي فوقفوه، فعدى بالقوه، فالعيال جري وراه بالطوب، كسروا الاتوبيس ومسكوا السواق ضربوه، والجيش جه لحق السواق من ايديهم، بس ما ماتش يعني، بس ما حدش اصاب الحمد لله يعني. حد عايز حاجه؟ حد في المدينة بقى هو المدينة. شكرا. أما البنات راحوا قالوا إحنا عايزين نرش الأوضة أو عقبة، راحوا عاملينهم مبيدات حشرية بتاع صراصير وحاجات زي كده، وبعدين ده مرض بكتيري بينتشر بسرعة جدا، راحوا مبرئين البنات على بقية الأوض، عايزين يموتوهم مثلا أدب، وما فيش ولا دكتورة ولا في مبنى اللي هو مبنى واحد، ويوم ما واحدة تتعب يقولوا لها طلعوها لنا، ممكن تنزل من الساتت للأول وهي تعبانة، ويروحوا ينزلوا تديها أي مسكن ممكن يكون غلط، وكذا واحدة عندها حاجة في مخها، مرة يعني بالليل كانوا سهرانين وراحت وقع من على الكرسي، راحت وقع كان بيجي لها حاجة في مخها بيغمى عليها على طول، فضل الساعة وتقول لها ده، وفضلت تعمل فيها وتقول لها ده مغمى عليها، وهي كان عندها حاجة في دماغها، والبنت دي فعلا مشوها ومشي يعني، حاجة آخر ذل وآخر قرف. وممكن يكون اللي جالها دي عن طريق الأكل اللي بياكلوه، أولا الخضار بيبقى فيه سوس، تاني حاجة العيش ممكن يبقى فيه صراصير ميتة، الفراخ بدمها، اللحمة دي مش طيبة، مش بتبقى طيبة، بيقولوا إنها بتجيب دودة شياطية طولها 6 متر يعني، أكل ولله الحمد. والمشرفات ما عملتهم أزمة من الزبالة ذات نفسها، ممكن لو عملت إجازة وما نزلتيش يفضلوا قاعدينك أسبوع، الأسبوع اللي أنت عاملاه من غير أكل ولا شرب، يعني آخر ذل ولله الحمد.